لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. طلاب الأعزاء، حياكم الله أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن نكمل سويا ما بدأناه من دروس مادة التوحيد للصف السادس الابتدائي. في الدرس تحدثنا عن أحوال يوم القيامة، وقلنا أن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، واليوم الآخر هو المقصود به يوم القيامة. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة بالأحوال التي ستحدث يوم القيامة، بداية من نفخة الصعق ونفخة البعث، ثم الحشر والحساب والصراط والميزان والحوض وغيرها من هذه الأحوال التي لم نرها، وإنما هي من الغيبيات التي أخبرنا بها الله عز وجل في كتابه، وأخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس سنكمل هذه الأحوال التي ستكون يوم القيامة. من هذه الأحوال الحساب والجزاء. الله عز وجل سيحاسب الناس جميعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى سيقتص للشاة الجلخاء من الشاة القرناء. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحد، سبحانه هو العدل. لذلك كان من أحوال يوم القيامة الحساب والجزاء. الله سيحاسب كل المخلوقات وكل الناس على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن أوتي كتابه بيمينه فقد فاز، ومن أوتي كتابه بشماله فقد خاب وخسر. الله عز وجل اختتم سورة الغاشية بقوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وفي أكثر من موضع في القرآن الكريم تحدث عن مشهد الحساب، وتحدث عن أحوال الناس يوم القيامة في هذا الحساب. من يأخذ كتابه بيمينه كيف يكون حاله، ومن يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كيف يكون حاله. حكى هذا الموقف وهذا المشهد في سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق وغيرها من سور القرآن الكريم. قال الله عز وجل في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه كيف يكون حاله، فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، يفرح ويستبشر، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا حال من يؤتى كتابه بيمينه، يفرح ويستبشر ويبشر بالجنة، ثم يكون حسابه أو جزاؤه جنة عرضها السماوات والأرض. أما الآخر، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية. يتمنى أن هذه الموت كانت النهاية، أن الموت كان النهاية، ولكن
ليس الموت هو النهاية، وإنما هناك بعد الموت أحوال وأحوال وأحوال. ثم يخاطب نفسه: ما أغنى عني مالية؟ لم يغني عنه الجاه والسلطان والمال ولا المنصب، هلك عني سلطانية. فيأتي النداء: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا حال ومصير الناس يوم القيامة أمام الحساب والجزاء. الجميع سيحاسب، سيعرض عليه كتابه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كذلك من أحوال يوم القيامة الصراط. ما هو الصراط؟ جسر دقيق منصوب على متن جهنم. جسر دقيق منصوب على متن جهنم. ما صفاته أو ما شكله؟ أدق من الشعرة، تخيل معي الشعرة، هو أدق منها وأحد من السيف. الناس يمرون عليه، الجميع سيمر على هذا الصراط، وسيكون هيئة المرور على قدر العمل. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم كأشد الناس عدوا. طيب، من يسقط يهوى في النار والعياذ بالله، ومن جاوزه دخل الجنة. إذن من أحوال يوم القيامة هذا الصراط. ما هو الصراط؟ جسر سينصب على متن جهنم، صفاته أدق من الشعرة وأحد من السيف، كل الناس تمر عليه. من يجتازه يدخل الجنة، ومن من لا يجتازه يهوى في النار والعياذ بالله. ما صفة مرور الناس؟ كيف يكون مرورهم؟ كل واحد على حسب عمله. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كرجل سريع أشد ما تكون السرعة. بعد أن يمر الناس على هذا الصراط، من يهوى يقع في النار فيدخلها، ومن يمر يجتاز هذا الصراط يدخل الجنة، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذن من الأحوال التي أخبرنا عنها الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم الصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، من صفاته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. طلاب الأعزاء، إذا تذكر المسلم اليوم الآخر وما يحدث فيه من أمور عظام أثر ذلك في حياته، هيا بنا نذكر بعض هذه الآثار التي تنتج عن تذكر المسلم اليوم الآخر. مرة أخرى، الإنسان فينا عندما يتفكر في هذه الأحوال ويدرسها ويؤمن بها ويعتقدها، سيجد هذه الآثار لها أثر عليه في حياته، فتنتج هذه الآثار في حياته واقع عملي يفعله المسلم. ما هذه الأمور التي يفعلها المسلم وتنتج، أو هذه الآثار التي تتحقق عندما يعلم المسلم ما سيحدث في اليوم الآخر؟ من يجيبني؟ أجبني يا فهد. أحسنت. يحرص على الطاعة، يكثر من الطاعة، الصلاة في جماعة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى الضعفاء. أحسنت يا فهد، بارك الله فيك. المسلم عندما يتذكر اليوم الآخر يحرص على الطاعات ويكثر منها. كذلك اجتناب المعاصي. أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. عندما يؤمن أو يتذكر المسلم اليوم الآخر يجتنب المعاصي، يبتعد عن الغيبة والنميمة، يبتعد عن الكذب، يبتعد عن هذه الأمور التي تكون سببا في بعده عن طريق الله سبحانه وتعالى، كذلك يقترب من الله سبحانه وتعالى. طيب، السؤال الآن: لماذا سميت النفخة الأولى بنفخة الصعق والنفخة الثانية بنفخة البعث؟ أحسنت يا أنس، النفخة الأولى تسمى نفخة الصعق لأن كل من في السماوات والأرض يصعق إلا من شاء الله. طيب، الثانية يا وسام، أحسنت، تسمى نفخة البعث لأن الله عز وجل بعد هذه النفخة يبعث كل من في القبور ويقومون لرب العالمين. الآن جاء دور التقويم، لنقف على مدى تحقق أهدافنا من هذا الدرس. السؤال الأول يقول: لأي شيء تنصب الموازين؟ هيا يا فهد أجبني. أحسنت، تنصب لأعمال العباد. الموازين تنصب لوزن أعمال العباد التي عملوها في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحدا، لا يظلم عنده أحدا. السؤال الثاني: بين المراد بكل مما يأتي؟ ألف البعث. من يجيبني؟ أحسنت يا محمد، البعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. أنت يا عبد العزيز، ما المراد بالبعث؟ هو إحياء الموتى
حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. أحسنت يا عبد العزيز. وأنت يا عبد الملك، ما المراد بالبعث؟ أحسنت يا بطل، هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. ما المراد بالحوض؟ أحسنت يا عبد الله، المراد بالحوض هو مجمع الماء، وهو مورد ماء عظيم تلده أمة محمد إلا من خالف سنته وبدل دينه. ما المراد بالحوض؟ أحسنت يا فراس، هو مجمع الماء وهو مورد ماء عظيم تلده أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من خالف سنته. أنت يا فارس أجبني، ما المراد بالصراط؟ الصراط هو جسر دقيق منصوب على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. بارك الله فيك يا بني. وأنت يا فهد أجبني مرة ثانية، ما المراد بالصراط؟ أحسنت، الصراط هو جسر دقيق منصوب على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. بارك الله فيكم طلاب الأعزاء، إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض هذا الدرس، على وعد بلقاء قريب بإذن الله عز وجل. أترككم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.